أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السؤال وقد تكرر، يقول: أشكل علينا حفظكم الله الفرق بين المماراة والمداهنة. لا فرق بينهما. المماراة الجدال، المماراة هي الجدال بدون فائدة، الجدال بدون فائدة. وأما المداهنة فهي التنازل عن شيء من الدين، تنازل عن شيء من الدين من غير إكراه، هذه هي المداهنة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.